أهلا بكم، حلقتنا مستمرة وفيها قتل 5 جنود وضابط من قوات النظام السوري ومدنيان جراء تفجيرين منفصلين في مدينة درعا جنوبي سوريا. أفادت مصادر محلية أن حافلة كانت تقل عناصر من الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق رئيس النظام بشار الأسد قد انفجرت بفعل عبوة ناسفة على طريق ضاحية درعا جنوبي المدينة. إلى ذلك قتل مدنيون في قصف سوري نظامي روسي على منطقة جسر الشغور في محافظة إدلب، وفي وقت نفت فيه موسكو الدفع بقوات برية جديدة في محافظة إدلب، اتهمت روسيا واشنطن باستبدال قواتها في سوريا بمرتزقة. وتأتي الاتهامات المتبادلة في وقت تعهد فيه وزير الدفاع الأمريكي الجديد بالتصدي لنفوذ روسيا في سوريا. لمناقشة هذه القضية أرحب في الاستوديو بالمحلل السياسي السوري بسام جعرة. أهلا بك معنا. أهلا. ما الذي يجري؟ كيف ترى لك الوضع ميدانيا الآن؟ يعني الإجرام الروسي مستمر. أمس بعد منتصف الليل شن طيران روسي 8 غارات من الصواريخ الفراغية على مدينة جسر الشغور. بمعنى هو يستهدف، عندما ينهزم في المعارك يستهدف السكان الآمنين. ما معنى أن تقصف الناس في منتصف الليل وهم نيام؟ هذا إجرام، هذه جرائم حرب، وهذا يعني هذا الأمر يتكرر كل يوم تقريبا. الطيران الروسي لا يستهدف إلا المدنيين. أول ما بدأ أمس بدأ بقصف مركز الدفاع المدني، هو يعتبر الدفاع المدني أو أصحاب الخوز البيضاء أعداء حقيقيين له، لا يريد للمسعفين أن ينقذوا الناس ويبدأ باستهدافهم. كانت هناك إحصائية خلال شهرين تم استهداف من قبل الطيران الروسي أكثر من 20 مشفى ومركز صحي. بمعنى هذا هو الإجرام الروسي، كلها متمركزة في إدلب. هذه المواقع في إدلب وفي ريف حماة الشمالي. لماذا إدلب تحديدا؟ لأنه روسيا تريد إدلب، تريد احتلال إدلب من جديد. يعني هم يقولون هذا الكلام علنا وحاولوا، ولكن ما الذي جرى خلال الأسابيع الماضية؟ فوجئت روسيا بصمود سوار إدلب وسوار ريف حماة. تم تكبيد الروس قبل النظام خسائر كبرى، ولذلك تحدث روسيا اليوم عن عدم وجود قوات برية أو وحدات خاصة في جبهات القتال. أكثر من ذلك، وصل الكذب الروسي إلى حد إنكار وجود قوات يعني برية في سوريا كلها، مع العلم أن الجميع يعرف أنهم يخسرون قتلى ومنهم ضباط برتب عالية، ولكن كالعادة الروس يكذبون. طيب، مع هذا القصف الروسي المتجدد والمستمر لإدلب، هل هناك تقدم ميداني لقوات النظام أم لا؟ خلال الأسابيع الماضية تم تلقينهم درس كبير. لماذا تقول روسيا أنها لا تشارك بالحرب؟ لا تريد أن تقول أمام الشعب الروسي أنها هزمت في معارك ريف حماة. خلال الأيام الماضية أو الأسابيع الماضية منذ نهاية نيسان حتى الآن جرت معارك كبرى. أول أيام المعارك دخل جيش النظام واستطاع أن يسيطر على مناطق، ولكن بعد ذلك تم صدهم وتم تحرير مناطق جديدة. بمعنى لا تريد روسيا أن تلتصق سمعة الجنود الروس بالهزائم، ولذلك هي تنكر كل شيء. بعتقد تماما يعني يجب أن لا نفاجأ إذا أنكرت روسيا حتى وجود طيران روسي في سوريا. النظام لم يتقدم ميدانيا فيه على الأطلاق. هم يعني بعطيك مثال، كبينا في جبل الكراد لحد الآن تم تسجيل أكثر من 30 محاولة خلال شهرين، وفي كل مرة يتكبدون خسائر كبرى. لماذا جسر الشغور أمس؟ تريد روسيا أن تؤمن مطار حميمين باعتبار أن الجسر هي أقرب نقطة للمطار، وتريد أيضا أن تكون جسر هي مدخل لاحتلال إدلب، ولكنهم فشلوا. وعندما يفشلون يستهدفون المدنيين. يعني أي انتصار تحدث عنه روسيا عندما تقتل المدنيين آمنين. طيب، روسيا بدأت الحديث عن نشر الولايات المتحدة لمرتزقة، ما الذي تقصده بهؤلاء المرتزقة ومن هم؟ أمريكا أعلنت عن تدريب ما يسمى بقوات المغاوير. هم فصيل سوري، فصيل سوري، وليس فصيل يشبه شركة فاغنر التي جلبها بوتين إلى سوريا، والتي تتكون من المقاتلين مرتزقة من كل دول العالم. روسيا اعترفت بوجود فاغنر، ولكن ماذا قالت؟ قالت أن الشركة أتت بدون علم الروس أو بدون موافقة الروس، وأن روسيا غير معنية. هل هناك أحد في العالم يصدق أن جنرال روسي متقاعد وغيره من الضباط الروس يأتون إلى سوريا بدون موافقة وزارة الدفاع الروسية؟ المرتزقة هم من يقاتل مع الروس الآن، وليس هؤلاء. هؤلاء هم أبناء يعني البلد. روسيا تقصد هذه الفرقة تماما تقصد
سمتها تماما باسمها فرقة المغاوير تحديدا فصيل اسمه فصيل مغاوير يتكون من أبناء المناطق الشرقية يعني دير الزور الحسك الرقة. طيب هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ربما تعود مرة أخرى إلى سوريا؟ أمريكا تقول عن تدريب هؤلاء أنها تجهزهم يتدربون الآن في معسكرات أردنية تريد أن تضعهم على الحدود العراقية السورية لمنع دخول الإيراني إلى سوريا. بغض النظر عن الموقف الأمريكي لا يعنينا، أنا لا أثق بأمريكا، أتكلم عن نفسي شخصيا ولا أثق بكل الكلام أمريكي عن دعم الشعب السوري، بل أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لولا الضوء الأخضر الأمريكي لما استطاعت روسيا أن تدخل إلى سوريا وأن ترتكب جرائم الحرب الكبرى. لكن روسيا ند للولايات المتحدة، كيف تأخذ منها الضوء؟ هناك توافق مصالح في سوريا. لماذا تريد أمريكا أن تستنزف روسيا في سوريا؟ ولكن على حساب من؟ على حساب الشعب السوري. أنا أسأل الآن، يعني لو أمريكا لم تمنع وصول المضادات الجوية إلى الشعب السوري، هل كان بإمكان طيران روسي أن يقصف وأن يوميا يشن عشرات الغارات بدون أن يكون هناك من يتصدى له؟ أمريكا هي التي فعلت ذلك وتقول ذلك على المكشوف. طيب طبعا وزير بطلب إسرائيلي. وزير الدفاع الأمريكي قال أن الولايات المتحدة ستقوم بالتصدي لنفوذ روسيا في سوريا، ما الذي يقصد؟ لا نصدق هذه الأكاذيب على الإطلاق. هذا وزير جديد يريد أن يقول أنه سيفعل شيئا جديدا، هو أول تصريح من نوعه لوزير دفاع أمريكي. ولكن أقول لك من خلال معرفتنا بما يرجع الأرض، والله تكفينا أمريكا شرا، ولا نريد من أمريكا أي مساعدة ولا نطلب في أي. لا تستغلون الفرصة إن كان هناك وزير دفاع أمريكي جديد وأن نوايا طيبة تجاه الموقف الروسي في سوريا ويريد أن يحد من هذا النفوذ، لماذا لا تبنون مع هذا التوجه الجديد؟ نعرف تماما ما الذي تريده أمريكا من سوريا، نعرف تماما من سنوات إلى الآن تعمل سوريا ضد الشعب السوري، وكنا نقول دائما من يملك مثل هؤلاء الأصدقاء لا يحتاج إلى أعداء. نعرف تماما أن أمريكا تريد تنفيذ الأجندة الإسرائيلية. ماذا تريد إسرائيل؟ تريد تدمير سوريا أولا، وثانيا تريد استبدال الصراع العربي الإسرائيلي بصراع سني شيعي. يعني وزير أمريكي يقول لكم وزير دفاع سنتصدى للنفوذ الروسي في سوريا، فتقولنا له أنتم تنفذون أجندة إسرائيل وتريدون تماماً ما أوباما كان يقول أيام الأسد معدودات، وكان يقول أن الكيماوي خط أحمر. من يوم كلام أوباما إلى الآن أكلنا 300 مرة كيماوي. يعني لن نصدق الإدارة الأمريكية على الأطلاق. هذه الإدارة تعمل وفق مصالحها ووفق مصالح إسرائيل. هم لا يريدون إلا للدكتاتوريات العسكرية أن تحكم المنطقة من مصر إلى أبوظبي. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي السوري بسام جعفر، كنت ضيفي في الاستوديو. شكرا.